من منا مشاهدينا لم يتأثر بانقطاع فيسبوك وواتساب وإنستغرام؟ بالطبع جميعنا. الانقطاع العالمي الذي دام لأكثر من 6 ساعات أوقف وعطل كل الخدمات المتاحة لهذه التطبيقات. شركة فيسبوك المالكة لهذه التطبيقات أكدت أنها تعمل على حل الخلل من دون أي توضيح يذكر، مقدمة اعتذاراً للمستخدمين البالغ عددهم أكثر من 3 مليارات. أما التفسيرات المرتبطة بهذا العطل فقد تنوعت، بين فرضية تسبب هاكر صيني عمره 13 عاماً في تعطيل هذه التطبيقات، وفرضية ثانية تؤكد أنه يوجد موظف يعمل في شركة فيسبوك أراد أن يحدث سجلات الشركة، ولكن هذا التحديث تسبب في ضياع السجلات لخطأ ما وقع به، مما أدى لشلل الموقع وعدم التعرف عليه على خريطة الإنترنت. فنشاهد هذا الفيديو. أن فيسبوك كشف في بيان أن ما حدث هو تعديلات خاطئة في الإعدادات وهي السبب الرئيسي وراء العطل، مؤكدة عدم تعرض بيانات المستخدمين لأي اختراق، وهذا تماماً ما تؤكده الفرضية الثانية. هذا العطل مشاهدينا هو الأكثر تأثيراً في ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، فقد انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 920 مليار دولار، بينما بلغت خسارة الرئيس المؤسس للشركة مارك زوكربيرغ نحو 6 مليارات دولار. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الفنانين تفاعلوا مع الموضوع. لنتابع مشاهدينا البعض من هذه التعليقات، والبداية مع الفنان المصري أحمد العوضي، حيث غرد وقال: أحلى 7 ساعات. أما الفنان أدوارد فغرد وقال: أهو واتساب أفش ووقع علشان بنقول واتس. بينما تقى أشارت إلى أنه بصراحة بكل صراحة كان نفسي إشاعات اختفاء فيسبوك للأبد تطلع صحيحة. بينما بدر حلل وقال: تبدأ القصة منذ أقل من شهر عندما نشرت تسريبات تحكي عن أهوال أخلاقية كانت تتعمد فعلها إدارة فيسبوك لأجل كسب المال من منصاتها. مشاهدينا، برأيكم ما السبب الحقيقي وراء هذا العطل؟